لو كود جول دو مروان عاشوري. وفقنا اليوم الصباح على رسالة لطيفة من عند رئيس جمهوريتنا حول الاستفتاء. بطبيعة الحال ما تفاجئناش بمحتوى الرسالة اللي تدعو الشعب التونسي للتصويت بنعم لمشروع الدستور اللي كتبه الرئيس قيس سعيد. ما تفاجئناش زادة من كونه صفحة رئاسة الجمهورية مهبطة الرسالة هذه مع 7 متاع الصباح، لأن تعودنا بالتواقيت اللا تقليدية متاع السلطة السياسية التونسية. تبقى لازمنا في رأي نقعد ونعطيه أهمية للقدر وللشكليات في تعامل رئيس جمهورية طرح على نفسه تغيير العالم والتاريخ. ومهما يكون الارتفاع شاهق في التاريخ فما ضوابط متاع تعامل مع الشعب. الرئيس قيس سعيد بعث لنا رسالة مكتوبة عن طريق وسيلة التواصل الاجتماعي أمريكية، ما خسرش علينا حتى خطاب مباشر على خاطر إمكانية تواجد رئيس الجمهورية في حوار يبث مباشرة يدافع فيه بالنقطة بالنقطة على مشروع الدستور ولات من الأحلام في البلاد اللي أبهرت العالم بالرداءة. لكن باش رئيس الجمهورية يعمل خطاب لازم يكون في قصر قرطاج، وهذا يهزنا للمسألة الثانية. كيفاش رئيس الجمهورية قيس سعيد يخوض في مسألة بالخطورة والأهمية هذه بينما هو متواجد خارج حدود الوطن؟ نفكروا هنا لرئيس الجمهورية موجود حاليا في الجزائر باش يحتفل مع الأشقاء بعيد استقلالهم، الشيء اللي ما عملوش في تونس. كانت تفكر وقتها جاب طاولة تصح عليها الاستقلال متاع البلاد وعمل لنا المراسيم متاع الاحتكار والشركات الأهلية والصلح الجزائي. هذا في الحقيقة استنقاص من قيمة الشعب التونسي. رئيس الجمهورية ما ينجمش يخسر علينا مجرد رسالة كتابية باش يحكي معانا في موضوع بأهمية الاستفتاء اللي قرر هو وحده باش يعمله. يظهر لي هالشعب العظيم اللي يحكي عليه رئيس الجمهورية في كل مناسبة يستحق خير من هكا. خلافا للي نجم يتصوروا قيس سعيد والمحيطين به، مش التوانسة الكل عندهم فيسبوك، وللأسف مش الكل يعرفوا يقراوا، خاصة كيف تبدأ عربية بليدة وتعبيرات هلامية. وهذا الكل مازلنا ما حكيناش في مدى قانونية تدخل رئاسة الجمهورية بالتعبير على رأيها في الاستفتاء. للأسف عنا برشا من اللي طبعنا مع الرداءة، ومازلنا باش نلقاو برشا مناصرين يفسرونا للرئيس محليه كيف خسر علينا مجرد رسالة. لكن في الحقيقة هذا غير مستغرب من صاحب مشروع دستور بالضحالة اللي شفناه. لو كود جول دو مروان عاشوري. هو على فكره احنا عندنا تقريبا اقل شويه من ساعه من اللي بينا البرنامج، كنا نجموا ناخذوا الرساله اللي خرجت اليوم في صفحه رئاسه الجمهوريه وناخذوها بالجمله بالجمله، لانه كل جمله نجموا نتوقفوا فيها من العنوان للمقدمه للخاتمه للجمله الختاميه، كل ما فيها نجموا نتوقفوا عليه. انت هكا قريت لنا المقدمه قريت لكم لا قريت لكم بعض المقتطفات، لكن راهو فما الجميع يعلم ما عانته تونس منذ عقود واخرها العقد الاخير، يعلم المحاولات المتكرره لضرب وحده الدولة وتنظيم والتنظم داخل مؤسساتها للانحراف بها عن خدمة المواطنين وفق ما تقتضيه مبادئ تسيير المرافق العمومية وأهمها الحياد والمساواة. السؤال هل أنه الدستور في نسخته الحالية في المشروع هذا هل يكرس هذه المبادئ في الحفاظ على المساواة والحياد وتكافؤ الفرص للشعب التونسي؟ باللسانك سيكسيكسيون اللي كان يحكي فيهم مروان، ما كناش نحكيو على 5 استثناءات في الفصل 55 هكا. 55 فيما يخص الحريات مثلا. اي خمسة استثناءات مضمونة إلا راهو كيف نحكيو على اكسبسيون يلزم تكون محدده وقتاش وشكون اول اللي مثلا. انا ديما عندي مشكله مثلا مع الخط الاداب العامه مثلا، ولا حتى فما الصحه العموميه هكا الصحه العامه الصحه العموميه اخطانا من الاداب العامه. مثال يا سيدي، الناس اللي يحكيو على الاداب العامه يصطادوا في الماء العكر. الصحة العامة شكون ينجم يعمل التأويل انه فما مثلا حرية من الحريات ولا الحريات الفردية تمس من الصحة العامة، ممارسة الحريات تمس من الصحة العامة؟ شكون الجهة المخولة؟ الصحة العامة يحكي لك على كوفيد مثلا، اكزامبل كوفيد هي ما شكون يحدد ثم جدل شكون يحدد اللي كوفيد ولا كيما الكوفيد؟ شكون الجهه المحدده؟ اي ما هو ثم جدل التنقل تصبح محدوده مثلا لليو اي لليوم اي لليوم الناس تتظاهر في فرنسا وفي امريكا كيفاش تعملونا كونفينمون ما عندكمش قراءه. هذا كيما هذا مجال قانوني ما لا مش ما تحطش لا يدستر الكلام هذا في الاول كوفيد اوكي، اما من بعد ينجم يصير فيه تاويلات اخرين وندخلوا في حاجات اخرين. اما هو مثلا في 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 فقره من الفقرات يقول لك فلا خوف على الحريات والحقوق اذا كانت النصوص القانونيه تضعها الاغلبيه تحت الرقابه الشعبيه سواء داخل المجلس الاول او المجلس الثاني.
فهذا فضلا على رقابة دستورية القوانين من قبل محكمة دستورية تسهر على ضمان علوية الدستور بعيدا عن كل محاولات توظيف بناء على الولاء لهذا أو لذاك. اللي تعداوا على القضاء العسكري كل حي والمسألة دي كلهم موافقين على الاخر. شكرا لك مروان عاشوري، نتقابلوا غدوة معك في نفس التوقيت. ضياء وعبد السلام تواصلوا معنا المشوار حتى الأربع متاع العشية، بعد لحظات ينضم لنا ضيفنا الناشط السياسي والوزير